غرفة الحوار الإسلامي المسيحي عبر البالتوك مسلم كريستيان دايلوك تقدم. Good afternoon, Word of the Truth. This is Heidi. How are you? Hi, do you speak Arabic, Heidi? I'm sorry? Do you speak Arabic or do you speak English only? I speak English, but I can pass the phone to someone who speaks Arabic. Thank you very much. God bless you, ma'am. Sure, thank you. God bless you. Tell me your name. My name, Father of Mariam. Okay, just a moment. Thank you. God bless you. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you very much. I love you, you love me too, we are a happy family. Oh. Yes? What happened? Yes. Hello? Yes. Yes. How are you? مين عم بحكي؟ أنا معك أبو مريم من نيويورك. مين معاي؟ أنا جاد قريب. جاد قريب؟ أيوة. أهلا وسهلا بك حضرتك قس. أيوة. أهلا وسهلا بك. أهلا سعادة القس جاد. ربي يباركك ويبارك تعب محبتك. الصوت بعيد شوية لو تيجي قريب من الصوت بعيد. أوكي تفضل. كان عندي استفسار يا سعادة القس جاد عن موضوع ال يعني نص في الإنجيل لو في إمكانية يعني. شو هو أخونا؟ نعم؟ شو تحكي؟ في بس نص كنت عاوز تفسير لو تكرمت يا سعادة القس جاد. يعني عندك في الكتاب المقدس بيتكلم على إن يسوع أعطى سلطان شفاء الأمراض للتلاميذ. وفي اكتر من نص بيتكلم في هذا الموضوع، مثلا انجيل 10 متى 10:8 اشفوا الامراض، مرقس 6:13 اشفوا الامراض، متاسف لوقا 10:9 اشفوا الامراض. التلاميذ فعلا شافوا المرضى، والكلام ده في مرقس 6:13 ودهنوا بزيت مرضى كثيرين فشافوهم. تمام يا سعادة القس جاد؟ الو أنا مش قادر أتابع شو عم تقول. بتكلم حضرتك إن يسوع أعطى سلطان شفاء الأمراض للتلاميذ، مظبوط تمام؟ مظبوط. وفي آخر إنجيل مرقس يسوع قال من علامات الإيمان للشخص المؤمن العادي، إنجيل مرقس 6:17 6:18 قال هذه الآية تتبع المؤمنين، يخرجون الشياطين بإسمي ويتكلمون بألسنة جديدة ويحملون حيات وإن شربوا شيء مميت لا يضرهم ويضعون أيديهم على المرضى فيبرؤون. تمام حضرتك؟ دي بالنسبة للمسيح العادي، وانت عندكم طبعا الموضوع خاصة في الكنيسة البروتستانتية شفاء المرضى ومعجزات شفاء المرضى والشيء من هذا القبيل، مظبوط؟ التكلم بألسنة وشفاء المرضى، صح؟ ايوه. طب ممتاز. الوقت حضرتك انت عايش في امريكا وانا عايش في امريكا، ليه انتم ما بتروحوش المستشفيات وتروحوا الامرجنسي وتعالجوا مرضى الكورونا؟ لماذا تذهبوا تعالجوا مرضى الكورونا؟ الموضوع يختلف. انا مش ايش بتقصد؟ قول لي دايركت ايش بدك. اللي انا بقصده دايركت يسوع يقول ان من ضمن المعجزات على المؤمن، ما انا بقول لحضرتك اهو، يضعون ايديهم على المرضى فيبرؤون، ده دليل صحة الايمان المسيحي، تضع يداك على المريض فيبرأ. ليه ما تروح انت المستشفيات وتبرئ جميع مرضى الكورونا؟ اساسا انا بلاش نروح للمستشفيات مهما كنا الا اذا كنا اطباء. يعني انت احنا بنصلي والرب يعمل. مش شرط انه كل واحد يمرض انه يشفى. طب انت حضرتك تعرف ان في قس مشهور تقريبا في ولايه فلوريدا تحدى الكيرفيو حظر التجول وفتح الكنيسه وتحدى السلطات وقال لن يستطيع المرضى ان يرهبنا
والرب يسوع عايش فينا ومات بالكورونا بعدها باسبوع. يا انا بعرف عن هذا الخير، بس الفكرة بالموضوع انه في مجال انه نصلي وعندي ارادة صلاة اذا بيشفي او ما بيشفي. طب اذا كان الرب نفسه انا سلطان، بس حتى موضوع طيب الرب 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 ما اعطيك السلطان، لكن انت لكن المشكله ما في حد بيشفي، ما الرب اعطيك السلطان. احنا عندنا بس على سبيل المثال في مصر اكتر من قس مات بالكورونا، وعندهم هم كمان حاجه اسمها طبعا حاجه لا تؤمن بها اسرار الكنيسه وحاجه سر مسحه المرضى، ومع ذلك القساوسه بيموتوا في مصر. وعندك عندك في الكتاب المقدس يقول في يعقوب 5:14 5:15 أمريض أحد بينكم فليدعو شيوخ الكنيسة القس والشيخ، زي أنت راجل بروتستانتي، فيصلوا عليه ويدينوه بزيت باسم الرب وصلاة الإيمان تشفي. والناس بتموت، يعني ما في حد بيشفي. والكل ما بغيرش الله لا يغير من طبيعته ومن كلامه. أيوة. إنه الأشياء الجسدية أشياء محدودة وأشياء يعني جميل جدا جميل. سعادة القس الفاضل جاد، انت قلت كلمة تساوي مليون دولار، قلت ان الرب لا يغير طبيعته. كيف غير الرب طبيعته من لاهوت لناسوت؟ كيف غير؟ والكتاب المقدس في ملاخي 3:6 يقول انا الرب لا اتغير. كيف تغير الرب انسان يذهب الى الحمام يذهب الى الخلاء ويأكل ويشرب ويتبول يتورز ومات؟ كيف كيف نقبل هذا الكلام؟ انت نفسك بتقول الرب لا يتغير، وانا بقول لك ابسولوتلي كوريكت. كيف يتغير بقى؟ بدل ما نعبد الاله نعبد انسان اصبح اله، او الاله اللي في الانسان. كيف يعني؟ عندك من ادم الى المسيح ما في حد ندى بالتثليث الا العقيده بتاعتكم، ما في حد قال انا الله الا العقيده بتاعتكم. كيف الانبياء كلهم لا يعلمون ان الله مثلث الاقاليم وان الانسان ممكن يبقى اله، وانتوا يعني يعني عملتوا نظام جديد يعني؟ ها اتفضل. سكتت ليه حضرتك؟ موضوع انت عمال تعطي الموضوع وتعطي الجواب الى ما هنالك، انا مش عارف. انت انا برد على كلام حضرتك، مش قادر اركز معاك. انا عارف انك انت بدك تقول لي كيف المسيح انه صار انسان، صار انسان لما وضع نفسه. لا متاسف، اللي انت بتقوله سعادتك سعادة القس جاد غلط غلط غلط. يسوع لم يصير انسان، يسوع انسان. انجيل يوحنا 8:40 انا انسان قد كلمكم بالحق الذي سمعوا من الله، لم يقل صرت انسان، هو انسان. انت خليت الانسان اله، انت خليت الانسان اله. انا انسان، انا انسان. بولس يقول لنا اله واحد ووسيط واحد بين الله والناس، الانسان يسوع، مش صار انسان، هو انسان. بطرس يقول في اعمال الرسل 2:22 ايها الرجال الاسرائيليون اسمعوا هذه الاقوال، يسوع النصري رجل انسان قد تبرهن لكم من قبل الله بايات وعجائب وايات فرعها الله بيديه في وسطكم كما انتم تعلمون. هذا انسان، ما صارش انسان، هذا انسان. هذا الانسان انت الهتوه اصبح الاله. كيف تغير الاله والاله يقول في ملاخي انا الرب لا اتغير؟ ايش طلبك؟ انا بقول لحضرتك الطلب، انت مع احترام سعادتك انت مش لاقي رد، وانا برد على كلامك. كيف نعبد انسان؟ كيف نعبد انسان؟ اين قال المسيح انا الله الظاهر في الجسد؟ فين المسيح عندما سأل رئيس الكهنة عن عقيدته عن إيمانه عن تعليمه؟ قال أنا كلمت العالم علنية وفي السر لم أتكلم بشيء. ولذلك أنا متفق معكم، ما في حاجة اسمها أسرار الكنيسة، لأن ما فيش تقليد ولا المسيح كان ليه أسرار. طب ممتاز، أين بقى قال المسيح أنا الله؟ أين قال اعبدوني؟ أين قال أنا الله الظاهر في الجسد؟ أين تكلم عن الخطيئة الأصلية أساس عقيدة التجسس والفداء؟ أين قال أنا الله الإبن؟ أين قال أنا الله الكلمة؟ أين قال أنا الله الأقنوم الثاني؟ من أين هذا الكلام؟ أنت بتاخد إنسان من الآخر. أنت الإنسان ده قللته بدون دليل من الإنجيل. هل المسيح قال أنا الله؟ هل قال فين النص اللي قال أنا الله المسيح؟ فين؟ قال أنا الله فين المسيح؟ أنت عندك في العهد القديم ممكن أجيب لك أكثر من 10 نصوص
الرب يقول صراحة I am God. I am God. أنا الله. فين في العهد الجديد نجد عبارة I am God, أنا الله؟ مش موجود. فين في العهد الجديد نجد عبارة أنا الله الظاهر في الجسد؟ ما موجود. فين الإيمان ده من الإنجيل؟ فين الكلام ده من كلام المسيح؟ وباطلا يعبدوني وهم يعلمون تعاليم هي وصايا الناس. كاثوليك بروتستانت ارزق، انت عارف مش بتؤمن يسوع ليه طبيعتين؟ فين الكلام ده في الانجيل؟ اين قال يسوع ليه طبيعتين؟ فين؟ الا فين حضرتك؟ اليس ايمانك هو ايمان المجامع؟ مش ايمان المجامع؟ فين الكلام ده في الانجيل؟ متى اصبح يسوع اله؟ فين؟ سنه 325 في مجمع نقيا عندما ساوى الابن بالاب. قبل 325 ما كان حد يؤمن ان يسوع مساوى الله الاب. ابانا قبل نقيا جميعا كلهم بلا استثناء كانوا يؤمنون بنظرية هي أقرب من نظرية اسمها التدني subordination، أي أن المسيح إله مخلوق، أن المسيح إله أقل من الله الآب، والروح القدس أقل من الله الآب، الآب هو الله. جبتوها منين؟ سنة 325. التثليث حضرتك جبته منين؟ 381 للرد على بئر المقدنيوس الذي كان يؤمن أن الروح القدس مخلوق، رديته عليه قلت له لا ده هو الله. بدأ التثليث 381. أربع قرون ما فيش تثليث، ما في تثليث. جبتوها منين؟ وباطلا يعبدون وهم يعلمون تعليم يوصل الناس. انت حضرتك بتعبد انسان. فين قال انا الله؟ فين؟ هتقول لي انا والاب واحد؟ انا وانت والاب واحد. مين اللي قال كده؟ يسوع، انجيل يوحنا 17:21، ليكون الجميع واحد كما اننا واحد. هتقول لي يا حضرتك هتقول لي لا هو اصلي هو بيختلف عننا؟ لا ما بيختلفش. لو يسوع اله يبقى انت اله. مين اللي بيقول كده؟ يسوع، ابي وابيكم الهي والهكم. ايه الفرق؟ ما في فرق. فين الفرق حضرتك؟ ها فين الفرق؟ ليه تعبد انسان حضرتك؟ لماذا تعبد انسان؟ هذا الانسان كان بياكل ويشرب ويتبول ويتبرص وفي الاخر مات. هل الله يموت؟ في اله يموت؟ الم يقول الكتاب المقدس الذي له وحده عدم الموت؟ كلام بولس ما كلامي انا؟ الذي له وحده عدم الموت. كيف يموت الاله؟ الاله قال لي مات. ده كيف نقبل اله مات؟ انت جاي من ناس يعني في الموضوع طبعا بدك تترهن وتعالج وانا مش مستعد للوقت الحاضر. ازاي انت مش مستعد؟ انت راجل قس، انت راجل قس يا سعاده القس جاد. انت في صوت يا سعاده القس، يا سعاده القس، انت صوت الكرازه، صوت التبشير. انت في قناه اسمها صوت التبشير، صوت الكرازه، صوت الكرازه. انت قس مش عارف تكرز ليا؟ صوت الكرازه بالانجيل، فويس اوف بريتشنج ذا جوسبل، فويس اوف بريتشنج ذا جوسبل، وبتقول لي مش مستعد. امال مين اللي مستعد حضرتك؟ انا المستعد يا حبيبي. انت جمع لي الافكار هيدي وجاي بتحط لي ترميها في الدلو. انا مش مستعد للموضوع. بعدين انا في وسط الشغل يا سعادة القس فاضل. الشغل مش فاضل للموضوع هذا. مش فاضل؟ امال انت فاضل ايه حضرتك؟ ده الراجل الاساسي بتاع الكرازه، صوت الكرازه، صوت الكرازه. يا استاذ الكريم، الكتاب بيقول كونوا دائما مستعدين، دائما مستعدين لمجاوبة كل من يسألك عن سبب الرجاء. ازاي مش مستعد؟ انت في صوت الكرازة بالانجيل يا سعادة القس. اقص والله لو في شعر كنت شديت شعري، انا ما عندي شعر. صوت الكرازة بالانجيل وتقول لي مش مستعد؟ اتصل بمين حضرتك؟ يا حبيبي انت بدك تعالج. انا ما عنديش وقت للمعالجة. امال انت عندك ايه؟ أنا عندي شغل هلا. أنت شغلك الكرازة. إذا كنت أنت مع احترام لك ما أنتش عارف تكري. أنا قدامي شغل مش قادر، أنا متأثر. مع السلامة يا أستاذ. تفضلوا. يا جماعة الخير، صوت الكرازة بالإنجيل، صوت الكرازة بالإنجيل. Voice of preaching the gospel. Voice of preaching the gospel. صوت الكرازة بالإنجيل. الاسم الثاني بتاعه ايه؟ انا فاكر الاسم الاولاني جاب، القس جاب، مش فاكر الاسم الاخير. لو فاكرين اكتبوه. كان معانا الان من صوت الكرازه بالانجيل بالولايات المتحده الامريكيه من كولورادو جاد غريب. مع تحيات اخوانكم في غرفه الحوار الاسلامي المسيحي عبر البالتوك. مسلم كريستيان دايلوج.
الحمد لله الحمد لله الحمد لله الله أكبر كبير كل فرد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله ربي يهتف باسمك قلبي الحمد لله الحمد لله الحمد لله ربي يهتف باسمك قلبي الحمد لله الحمد لله حمدا إلهي وشكرا أنت يا معبد يا من جل قدرا جل قدرا لك الحمد طوعا لك الحمد فرضا وثيقا عميقا سماء وأرضا.